كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيعلن عقوبه جديده ضد صالح جمعه لغيابه عن مران اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه بتروجيت. غاب صالح بدون اذن. شوف انا صالح كده يعني لفتره طويله كانوا بيقارنوه بحد وانا بقول لا، المقارنه مش موجوده يعني بالشكل ده. لكن السلوك ده هو بيزهق النادي الاهلي، هو عارف بيعمل ايه. نصيحتي ان ما حدش يسيبه. لا طبعا. هو عايز يتساب. ما فيش واحد عدو نفسه بالطريقه دي يا ابراهيم. ما فيش واحد يبقى في منتخب مصر وعارف ان في كاس عالم ويتصرف بالطريقه دي. ده مش عايز ينتظم عشان يلعب. ده يكاد يكون كل مره يقول لهم وقفوني. يعني لما تطلع من معسكر الفرقه بعد المباراه وتبقى مهتم والنتيجه حتى مش ايجابيه، ان انت رايح تحضر حفله لعمرو دياب، يعني لاعب حر في طب وما جاش في ميعاده برضه. ما هو زي ايه دلوقتي، خليها يعني ده واحد بيقول لك مشيني، واحد بيقول لك ارمي طوبتي، في دماغه حاجه. ايوه، في حد بيقوده في سيناريو من الاخر كده. ايوه.